بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء قانوني جديد عبر منصة رواق، المنصة الرائدة والمنصة الرائعة. دائما مقرر مسائل قانونية في حياتنا اليومية. هي بدأنا المقرر في المحاضرة الأسبوع الماضي، وكان كلامنا فيها عن مسائل في قضايا الأحوال الشخصية، والناس توقعت أو اعتقدت أن كلامنا في المقرر كله هيكون عن قضايا الأحوال الشخصية. لا، بالعكس، احنا زي ما قلنا لحضراتكم في البداية، نحن سنتحدث عن مسائل قانونية في حياتنا اليومية. كل أسبوع أو كل محاضرة من المحاضرات هيكون موضوعها معين بيهمنا في حياتنا اليومية. نتكلم مرة في قضايا الأحوال الشخصية، مرة في قضايا الشركات، مرة في بعض مثلا مسائل التنفيذ، مرة في بعض قواعد القانون الدولي، مرة في بعض قواعد القانون الجنائي أو الجزائي، مرة في الملكية الفكرية، مرة في الضرائب والاقتصاد، وهكذا مسائل قانونية في حياتنا اليومية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله حديثنا وكلامنا عن مسائل قانونية في جرائم الانترنت والجرائم المعلوماتية، لأن الحياة الموضوع ده يعني بيشغل بال الكثيرين، وبعض الناس ما عندهاش دراية كبيرة أو دراية كافية بما يحدث من جرائم عبر الانترنت، وكيف يمكن ضبط هذه الجرائم، ويعني ايه اصلا جرائم تحدث عبر الانترنت، وهل الجرائم بقى بتاعت الانترنت والجرائم المعلوماتية مختلفين عن بعض، ولا جرائم الانترنت هي الجرائم المعلوماتية؟ لا، هناك فارق ما بين جرائم الانترنت او الجرائم المرتبطة بالانترنت والجرائم المعلوماتية. طيب، ما هو القانون الذي يحكم مثل هذه المسائل، وما هي العقوبات اللي تنتظر اي حد يرتكب مثل هذه الجرائم؟ فهذه المسائل في جرائم الانترنت والجرائم المعلوماتية ستكون موضوع حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كذلك تزداد أهمية الحديث عن هذا الموضوع بخصوص عمليات البيع والشراء الإلكتروني، البيع والشراء الإلكتروني والعمليات طبعا الأسواق الإلكترونية الكبيرة جدا جدا المنتشرة عبر الانترنت. كيف يمكن التعامل معها؟ كيف يمكن إعطاء بيانات حساباتي الإلكترونية؟ وإزاي أضمن حقوقي في جودة هذه السلع؟ كل هذه المسائل متعلقة بالإنترنت أو بجرائم الإنترنت، وما يمكن أو ما يتعلق بالنواحي القانونية بهذه المسائل، علشان كلنا يكون عندنا وعي قانوني بمثل هذه الأمور. وهنتكلم كلام يهم القانونيين وكلام أيضا يهم غير القانونيين في هذه الموضوعات، لأنه جرائم الإنترنت ممكن يقع فيها القانوني زي ما يقع فيها بالضبط غير القانوني. هنتكلم في هذا اللقاء عن هذه الموضوعات كلها إن شاء الله بإذن الله، وأتوقع أنه هيكون لقاء طويل شوية، فربما نقسمه على جزئين أو نقسمه على نصين إن شاء الله بإذن الله. نصف في هذا الأسبوع نتحدث عنه، ونصف في الأسبوع القادم إن شاء الله. وكما تعودنا دائما سنتحدث عن القانون ليس بلغة القانونيين، وإنما بلغة بسيطة جدا يفهمها القانوني ويفهمها غير القانوني إن شاء الله بإذن الله تعالى.